كان بيجمع قصائص القماش وكان بيلضم إبر. من كتر ما هو كان بيلضم إبر جاله شبه عمى من هو عنده 19 سنة. دي قصة نجاح أغنى واحد في أوروبا، رابع أغنى واحد في العالم، مؤسس زارا، أمينسو أورتيجا. الراجل ده ساب دراسته من وهو عنده 14 سنة لأنه كان من أسرة فقيرة جدا 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 في أسبانيا. الراجل ده كان معدوم فعلا، أبوه كان عامل سكة حديد وكان عنده أخوات، فاضطر أنه فعلا يسيب مدرسته. ساب مدرسته واشتغل عامل توصيل، بيوصل دليفري ما بين المصانع والمحلات وما بين المحلات والزباين. الراجل ده كان عنده يعني عارفين القهر والتعب من وانت صغير دايما بيديك طاقة، بيديك حماس ان انت فعلا فعلا عايز تعمل حاجة. الراجل ده فضل يشتغل عامل توصيل وعمل شوية فلوس من التيبس والبقشيش اللي بياخده، بس هو قال انا هعمل ايه يعني، الشغلانة ده هتضيف لي ايه، فقرر ان هو يشتغل جوه المصنع. فكانت الشغلانة اللي متوفرة ان هو يبقى مساعد خياط. مساعد خياط ده كان وقتها بيلضم ابر، كانت لسه الصناعة كانت سنة 1940 يعني، كانت لسه المكان مش حديث يعني. فكان بيشتغل فعلا، كان بيلم قصعيص قماش، كان بيقصقص، كان يلضم ابر، فكان بيتعب جدا جدا جدا، بس هو كان هدفه حاجة واحدة، ان هو عايز يتعلم الصناعة، عايز يتعلم ازاي يبقى خياط شاطر. هو شغال في مصنع كبير جدا في اسبانيا، فعايز ياخد الحرفة، وهو ده اللي فعلا فضل يتعب يتعب لحد ما فعلا بقى خياط. بقى خياط في المصنع وخياط في بيته. كان يشتغل في المصنع بالنهار ويروح في بيته يصمم. كان بيفهم الناس بتحب ايه ومبتحبش ايه، ايه الموديل اللي بينجح وايه الموديل اللي بيفشل، واللي بينجح يروح يعمله عنده ويعمل احسن منه. فضل خمس سنين بيشتغل بالنهار وبالليل، خمس سنين ما خدش يوم أجازة في حياته. ليه؟ علشان هو عايز في دماغه حاجة. ايه هي الحاجة؟ هنعرفها بعد كده. الراجل ده بعد خمس سنين سمعته زادت، والحاجات اللي هو بيصنعها والملابس اللي هو بيعملها، هو كان في حاجة ان هو كان بيحب يعمل شغله يدوي بدون اي مكان. انا بوفر اي قرش، مش عايز اي مكان خياطة، انا هعمل كله بايدي عشان اوفر فلوس. وفر فلوس وباع، ووفر فلوس وباع من هو عنده 21 سنة، فتح محل بيبيع فيه المنتجات اللي هو بيعملها. الراجل ده على سن 27 سنة عمل أول مصنع لزار. 27 سنة ومعدوم، ما عندوش أي حاجة. الراجل بدأ من تحت الصفر، يعني ولا تعليم ولا مستوى مادي ولا أي حاجة، هو بس هو عايز ينجح. من 27 سنة عنده أول مصنع للشركة العملاقة دي اللي بقت فرحها في كل العالم، وقال لك لأ أنا يبقى عندي بس زارا بس. لأ، عمل شركة أسس تحتها براندات مختلفة زي ماسيمو دوتي، بولامبير، حاجات كتيرة. بس في النهاية وصل لإيه؟ وصل إن هو بقى أغنى واحد في أوروبا، رابع أغنياء العالم. يا جماعة النجاح والله العظيم النجاح مش محتاج، مش كل حاجة الفلوس ومش كل حاجة الدراسة، هو الفكرة انت عايز ولا مش عايز، انت ظروفك، انت عايز تأهل نفسك انك تنجح، او ده بيتعب وده بيشتغل. فانت في النهاية اللي هتبقى عايزه هتكونه، بس في النهاية اتعب. بص، وربنا ما بيضيعش تعب حد، ده تعب هو بقى من اغنياء العالم وكل العالم بيتكلم عنه، وقصته فعلا 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 ملهمة، عشان هي دايما فيها أمل. توكل على الله وفيها أمل.